أن أقدم نفسي لحضراتكم بحسبان رجلا مسلما تخصص في دراسة الإسلام وفهمه كما أراده الله للناس وكما بلغه لهم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أنا مسلم محب للبشرية جمعاء، مهموم بقضايا السلام بكل أبعاده الدينية والاجتماعية والعالمية. أبحث عن هذا السلام وأتمناه للناس، كل الناس مهما اختلفت أوطانهم وأجناسهم وقومياتهم وكيفما كانت أديانهم وعقائدهم ومذاهبهم.